يتاكل بالهنا والشفا. راح اخد وكمان هعمل معاكم صوص الشوكولاته وصوص الابيض. تعالي مع بعض نعمل صوص الشوكولاته. انا هنا المكونات اللي معايا دي بتديني كميه كبيره من صوص الشوكولاته. معايا نص كوبايه من السكر البودره، معايا نص كوبايه زيت مش هاخدها كلها برضو يعني حسب ما يربط معايا، معايا كوبايه من اللبن، معايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ممكن تحطي ثلاثة لو انت بتحبيه اغمق، ودي واحدة فانيليا كده اختياري يعني عشان تدي ريحة حسب راحتك. هقولك على اللي هيتعمل عشان بس صوت الخلاط هيخليني مش عارفة اتكلم. احنا هنحط